نذهب إلى الإدارة العامة للمرور وتعرف على حالة الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية والزميلة مرنا عادل. إليك مرنا. أهلا بك حسام. بالفعل من داخل غرفة العمليات الخاصة للإدارة العامة للمرور نتابع معكم سير الحركة المرورية بمحافظة القاهرة وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها. نستعرض معا إن كانت هناك حمولات زائدة على بعض الطرق أو حوادث أو أي شيء يعوق دون سير الحركة المرورية بالشكل المعتاد. ولمزيد من التفاصيل بالطبع ينضم إلينا على الهواء سيادة الرائد محمد شربيني ليتحدث إلينا عن سير الحركة المرورية. في البداية طبعا نرحب بحضرتك على شاشة أونلايف، ولو نستعرض سويا سير الحركة المرورية بشوارع القاهرة والطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها. طبعا أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير. طبعا حالة المرور من فترة الصباح كان في بعض الأماكن عليها أحجام حركة ناتجة عن الذروة الصباحية، لكن بنطمن الجميع دلوقتي الحالة المرورية جيدة جدا على كافة المحاور ومداخل ومخارج القاهرة، استعداد طبعا للذروة المسائية واللي هتبدأ مع تقريبا الساعة 2 مساء على مخارج القاهرة أيضا على بعض الطرق. زي ما الشاشات موضحة أن الطرق السريعة تابعة للإدارة العامة للمرور ما زالت تعمل بشكل جيد جدا، سيولة المرور يتم على مناطق الدائري على مخارج القاهرة من طريق السويس والإسماعيلية والطريق الزراعي وأيضا محور 26 يوليو. ما عندناش اختلاط في الوقت الحالي بوجود أي أحجام حركة مرتفعة على أي محور، مع التأكيد مع استمرار هدوء الحالة الجوية على كافة الطرق ما عندناش اختلاط بأي مؤثرات جوية ممكن تؤثر على حركة المرور أو تؤدي إلى غلق أو تحويل أي طريق. بنأكد طبعا ان ما زالت درجات الحرارة مرتفعة ممكن تؤثر على طبعا تواجد بعض الاعطال او الحوادث على الطرق السريعة ناتجة الى تلف بعض الاطارات، فبنأكد مع جميع قادي المركبات انه لازم قبل ما يتحرك في الطرق السريعة مع درجات الحرارة المرتفعة لازم يتأكد بالصلاحية الفنية للسيارة سواء الاطارات او ايضا دورات التبريد الخاصة بالسيارات ودورات الغاز للسيارات تسير بالغاز عشان تأثرش معنا في حركة المرور إن شاء الله في الظهر المسائي. إن شاء الله. لو تطلعنا عن استعدادات هذه الغرفة والإدارة العامة للمرور بشكل عام لطبعا تيسير الحركة المرورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا الإدارة العامة للمرور بتوفر كافة الخدمات المرورية اللي موجودة على الطرق السريعة لتسير حركة المرور في أيام العيد إن شاء الله، في توجيه من السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتحقيق أقصى سيولة مرورية ممكنة ونشر كافة الخدمات المرورية لتسير الحركة على الطرق السريعة بالكامل. طبعا تم وضع خطة مرورية لتكثيف الخدمات بيتم متابعتها من السيد اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة والسيد اللواء عصمت لاشقر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور. طبعا اهم النقط بتقوم عليها الخطه ان احنا بنتم نشر الخدمات المروريه بكثافه على كافه الطرق السريعه لتسير الحركه المروريه بشكل كبير جدا على كافه المحاور اللي ممكن يكون فيها احجام حركه مرتفعه ناتجه عن خروج معظم المواطنين من القاهره الكبرى اتجاه المحافظات المختلفه والاقاليم وايضا المناطق الساحليه لقضاء اجازه العيد مع ذويهم. تم تكثيف الخدمات على مخارج القاهره بشكل كبير، ايضا على الطريق الدائري في الاماكن اللي ممكن يكون فيها احجام حركه مرتفعه. ايضا تم تعزيز الخدمات الحملات على الطرق السريعه بالكامل وتكثيفها خاصه حملات الرادار، وتم ضعف عددها بشكل كبير جدا عشان نسيطر على سرعات اللي موجوده على الطرق السريعه. ايضا حملات المتعاطين ضبط قيادي المركبات المتعاطين لمواد مخدره اثناء القياده، لكن ده اهم من اهم المسببات للحوادث على الطرق. ايضا عندنا نشر خدمات على طبعا نشر خدمات الاغاثه على كافه الطرق السريعه لمتابعه طبعا البلاغات الوارده للاداره العامه للمرور سواء من حوادث او اعطال، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع وما يكونش في اي مؤثرات على الطرق السريعه في فتره العيد ان شاء الله. أخيرا لو نستعرض سويا الأرقام الساخنة الخاصة بهذه الغرفة إن كان في حال يعني أراد أحد المواطنين التواصل معكم. طبعا بنأكد أن من الخدمات الهامة اللي بتقدمها الإدارة العامة للمرور وهي الإغاثة على الطرق السريعة، واللي تم نشر خدمات سيارات الإغاثة بشكل كبير جدا ومع تعزيزها في فترة العيد إن شاء الله عشان نتلقى أو كافة البلاغات الخاصة بالمواطنين وتوجيه سيارات الإغاثة ليهم لتأمينهم في حالة الحوادث لا قدر الله أو الأعطال أو أي شيء آخر. تليفونات الإغاثة الخاصة بالإدارة العامة للمرور هي 0122-111-4-0 0122-111-4-0. طبعا اللي عنده أي مشكلة على الطرق السريعة يتواصل مع الإدارة وإحنا نوجه له أقرب خدمة لمعاونته إن شاء الله.
شكرا جدا لحضرتك يا فندم سيادة الرائد محمد شربيني، كنت معانا على الهواء مباشرة. يعني حسام دي كانت جولتنا من داخل لغرفة العمليات الخاصة للإدارة العامة للمرور، استعرضنا من خلالها سير الحركة المرورية بكافة شوارع القاهرة والطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها، أيضا استعرضنا أرقام الإغاثة الخاصة بهذه الغرفة حال أراد أحد المواطنين التواصل مع هذه الغرفة في حالات الحوادث أي شيء. وبذلك أعود إليك مرة أخرى حسام. الزميلة ميرنا عادل من مقر الإدارة العامة للمرور، واستعراض للإدارة أو الاستعراض للحالة العامة المرورية.